العمليات فيديوهات توضح السيطرة الإسرائيليين على ميناء غزة بشكل كامل. يعني هي دخلتها في بداية الحرب، لكن هي تنشر بعض الفيديوهات لسيطرتها على ميناء غزة وكل البنى التحتية لميناء غزة. نحن نتابع الفيديوهات ونتابع أيضا حركة الجنود في داخل ميناء غزة وهي سيطرت على الميناء. طيب دكتور حسن، هنا سؤال. في سنة 95 وقع أوسلو، في 2005 انسحب الإسرائيليون من غزة، في 2007 حماس خدت غزة واقتطعتها، وأصبح الخلاف بدل ما يبقى خلاف فلسطيني إسرائيلي أصبح خلاف فلسطيني فلسطيني بين حماس وبين السلطة اللي هي نتجت عن أوسلو بشكل أو بآخر. وهنا يتكرر التاريخ مرة أخرى، فكيف يمكن ترتيب الأوضاع؟ يعني خلينا نطرح ورقة القضية الفلسطينية بداية، ثم الوصول إلى توافقات فلسطينية، بعدها يكون هناك توافق فلسطيني واحد مع الإسرائيليين.